بيتر كولر بيبدأ دراسة الاتحاد المنستيري التونسي، الأهلي برضه هيلاعب الاتحاد المنستيري التونسي، فمستر كولر جايبين له شرايط كده عشان يتفرج على فريق الاتحاد المنستيري اللي هيواجه الأهلي. الأهلي هنا مارسيل كولر بيقول لك أنا في يوم أجازة للفريق ولكن ليس للمدير الفني، بيقول لك أنا بعمل على التحضير لمباراة المنستيري، أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. يعني هو مدي أجازة للعيب بس بيقول إن هو يعني اللعيبة في أجازة بس هو شغال، يعني بيتفرج على الفريق الاتحاد المنستيري بيستعد ليه. الأهلي بيعير محمد نصير للداخلية، محمد نصير لعيب شاب في النادي الأهلي في فريق الشباب، النادي الأهلي أعاره لنادي الداخلية لمدة موسم واحد. برضو الجهاز الطبي للنادي الأهلي بيقول إن محمد شريف جاهز للمشاركة مع الأهلي في أي مباراة ودية أو رسمية خلال الفترة القادمة، وان خلاص طبيا ما عندوش اي مشكله محمد شريف. عندنا منتخب الكره الشاطئيه كان بيلعب دادي ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي بعد بكره، بيراميدز هيخلص معسكره في الامارات وعنده اخر مباراه مع فريق اسمه رويال اف سي في الامارات، مباراه هتقام بكره الحد، وبعدين يوم الاثنين بيراميدز يرجع إلى القاهرة إن شاء الله. كان برضو بيراميدز لعب مباراة ودية أمام نادي جولف يونايتد، خلي بالكم بيراميدز بيلعب مع فرق درجة تانية ودرجة تالتة كده في الإمارات، يعني ماتشات سهلة كده عشان يستعد للموسم الجديد. وزي ما قلت لكم معسكر بيراميدز هيخلص يوم الاثنين الجاي والفريق يرجع إلى القاهرة عشان يستعدوا بقى إن شاء الله لمباراة الكونفدرالية دور ال 32. البيراميدز هيلعب مع نادي هلال الساحل السوداني، وزي ما قلت لكم الماتشين هيتلعبوا في القاهره، البيراميدز مش هيسافر السودان، ان نادي بيراميدز اتفق مع نادي هلال السوداني هلال الساحل السوداني ان هم يلعبوا الماتشين هنا في استاد الدفاع الجوي. نروح لنادي سموحه، عندي كام خبر كده من نادي سموحه. اول حاجه نادي سموحه بيستعير بنجامين بواتينج مهاجم الاتحاد السكندري اللي كان بيلعب مع نادي الاتحاد السنه اللي فاتت. نادي سموحه بيستعيره من نادي الاتحاد لمده موسم، ان الاتحاد السكندري عنده يعني كذا يعني مهاجم السنه دي، عنده مابولولو وعنده اكتر احمد سيد غريب، عنده اوستن اموتو، فسموحه بيستعير بواتينج من نادي الاتحاد لمده موسم. كمان سموحة النهاردة لعب مباراة ودية مع حرس الحدود وتعادلوا 1-1. سموحة كمان تعاقد مع أحمد مصطفى لاعب الإسماعيلي، أحمد مصطفى اللاعب الجناح في النادي الإسماعيلي مشي من نادي الإسماعيلي يعني أصبح حر، ونادي سموحة تعاقد معاه، على فكرة صفقة كويسة جدا لسموحة، إن أحمد مصطفى لعيب كويس جدا ويعني صفقة قوية جدا لنادي سموحة التعاقد مع أحمد مصطفى. برضو مستمرين مع نادي سموحة جونيور اجاييه لاعب الاهلي السابق ولاعب نادي سموحه، اتخبط كده في التدريب، وكان كانت في مباراه وديه بيلعبوا القناه وخبط في حارس المرمى وجاله كسر في قصبه رجله، فجونيور اجاييه كده هيغيب له حوالي يعني شهرين ونص ثلاث شهور، وبعدين بقى يعني حظه وحش مش هيبدا الموسم مع ممكن كمان ما يلحقش الدور الاول مع نادي سموحه. نادي البنك الاهلي النهارده بقياده الكابتن خالد جلال بدا معسكره في برج العرب في اسكندريه، في برج العرب، وعنده ثلاث لقاءات الفتره الجايه نادي البنك الاهلي ان شاء الله، ثلاث لقاءات وديه كابتن خالد جلال وده اسامه فيصل ولاعيبه البنك الاهلي في احد الفنادق هناك في برج العرب ناصر منسي، ثلاث ماتشات وديه للبنك الاهلي، بكره مع امبي كريم بامبو، بكره مع امبي وبعدين مع نادي بروكسي احد انديه القسم الثاني، وده محمود سيد واحمد ياسين وامير مدحت، وبعدين يوم 5 ان شاء الله وده عبد الرحمن محلل الاداء في نادي البنك الاهلي، يوم 5 ان شاء الله نادي البنك الاهلي هيخلص معسكره في اسكندريه وهيلعب مع نادي سموحه، يعني بكره البنك الاهلي هيلعب امبي وبعدين بروكسي يوم 4 وبعدين يوم 5 نادي سموحه، وبعدين هينتقل النادي البنك الاهلي الى معسكر اخر في اسماعيليه، عنده ماتشين والدين هناك مع المقصه ومع الاسماعيلي ان شاء الله. بسرعه كده فيوتشر النهارده تعاقد مع مودي شلاطه، مودي شلاطه ده لعيب بيلعب في بنها، وفيوتشر جابه كده اعاره سنه هيجربوه في نادي فيوتشر اعاره سنه، ومودي شلاطه ده لعيب بيلعب في بنها
ومواليد 2001، بيقولوا لعيب كويس يعني. الاتحاد السكندري برضو بيختتم معسكره، هيختتم معسكره يوم 8 اكتوبر القادم بمواجهة سموحة ان شاء الله نادي الاتحاد، بقيادة طبعا زوران مدير الفني الصربي. الاتحاد شغال معسكر في الفترة الحالية، وهيختتم معسكره يوم 8 ان شاء الله بمباراة ودية مع نادي سموحة بإذن الله. كان الاتحاد السكندري لعب مباراة ودية امبارح وتعادل مع نادي المجد السكندري 0-0. نادي امبي بيضم رفيق كابو لمدة 3 مواسم. فاكرين رفيق كابو اللي كان بيلعب في وادي دجلة؟ نادي امبي تعاقد معاه، وصورته اهي مع الكابتن ايمن، مع الاستاذ ايمن الشريعي طبعا رئيس نادي امبي. رفيق كابو هيلعب في امبي لمدة 3 مواسم قادمة ان شاء الله. النادي المصري كمان بقيادة الكابتن ايهاب جلال لعب مباراة ودية مع نادي دمنهور وفاز 2-1. محمد دبش لاعب المصري بقى الجديد سجل الهدف الاول، وكريم العراقي سجل الهدف الثاني، ودمنهور احرز هدف، وانتهت المباراة 2-1 لصالح النادي المصري. وكابتن ايهاب جلال اشرك معظم الصفقات الجديدة زي محمود جاد وزي محمد دبش وزي حسين السيد الظهير الايسر، واللاعب الجزائري عبد الرحيم دغموم، واللاعب الكاميروني فرانك ايتوجا، ويعني معظم اللعيبه، وعمر السعداوي برضو الباك ليفت اللي كان جاي من نادي الجونه. فكابتن ايهاب جلال اشرك معظم اللاعبين الجداد في نادي المصري باذن الله.